انسحاب فوري وعاجل لقوات الغزو التركي إلى ما بعد منطقة سدادة شرق مدينة مصرات. إذ تراجعت حشود المرتزقة السوريين والغزاة الأتراك عن سدادة، تركة خلفها حقولا من الألغام التي زرعتها بمقدمة المنطقة. ارتداد مفاجئ للحشود التركية والمرتزقة السوريين رصده أهالي مدن تورغا ومصرات، يأتي للحفاظ على ما تبقى لهذه الجماعات من نفوذ يمتد إلى ما بعد منطقة سدادة حتى مدينة مصرات. هذا التغير في الخطط العسكرية التركية جاء بعد التصادم الكبير الذي جرى داخل صفوف الميليشيات الإرهابية الموجودة في طرابلس، والتي عرقلت جزءا كبيرا من استراتيجيات أنقرة لغزو البلاد ونهب ثرواتها بخلافاتها المعقدة على السلطة. هدف الدخول إلى سرت والجفرة بات بعيد المنال بالنسبة إلى تركيا نتيجة صراع النفوذ الحاصل بين ميليشيات المدن الغربية الإرهابية، والذي أدى إلى تشتت الرؤى لدى أردوغان. فتشير التطورات الميدانية الأخيرة في الجانب المحتل من البلاد من قبل الغزاة الأتراك إلى تخلي الميليشيات عن جبهات القتال بالمنطقة الوسطى وبقائها في مدن المنطقة الغربية بعيدا عن خطوط النار. تلوح في الأفق ملامح انهيار الصف الدفاعي التركي الذي دخل البلاد عبر حكومة السراج طمعا في ثرواتها وخيراتها والتوسع الجغرافي، خاصة بعد هذا الانسحاب المفاجئ والدال على رهب الغزاة الأتراك من مواكب القوات المسلحة التي رصدتها وهي أخذة في التمركز بمواقعها الثابتة بمحاور السرت والجفرة.